ثري جنتلمن، ثلاثة جنتلمن عظام جدا. هتقطمنا بقى أمير جاي بوسامته وهبته بس جايب عربيته وكرشه جايب عربيته وكرشه انا انور دخلها فوطه انا جايب فوطه جايب المرياله محمد معرفش اتلقلي بالمرياله وكان بيحلى مع حاجه غريبه جدا والباشا دخل بقى صغرنا كلنا جان بقى دخل لي بالبوكيه القمر صغرنا ايوه وعاش ملكان ايه ما هو كان عاش عاش ملكان انت صغرتني دخلت بالورد صغرتني خليتني قد كده اما المفروض انت اللي تعملها لقبل ايه ده يا صاحبي لغيني لغيني يا صاحبي بمسج قول لي هات حاجه وانت جاي مثلا بتاع ما قلتليش كده ليه ما قلتليش تجيب شوكولاته ليه ايوه شفتي كده مش اصول خرجته يعني المفروض تقول له لو اخر يوم تصوير دخل علينا كلنا بصراحه وتيه دخلوا علينا بالهدايا كلهم واحنا ما فكرناش نجيب لهم حاجه لا والله انت عندنا هدايا احنا عندنا مشاكل الله لا ماضى لا ماضى العيال دي هتوصل وهتبقى في السماء طبعا من ذوقك طيب قول لي يا جان انت عندك 6 سنين صح انت رايح تانية ابتدائي لا انا اولى ايوه اولى معهد قولي بقى لما قالوا لك ان انت هتعمل فيلم مع انت بتقول له عمو امير ولا انكل امير ولا امير بقول له استاذ امير بتقول له ايه استاذ امير استاذ امير استاذ امير طب لما روحت لاستاذ امير بقى قولي كنت قلقان ما انت اكيد شفت في التلفزيون قبل كده لا انا انبسطت يعني انا اصلا كان نفسي اشوفه من بيت كده اتصور معاه بس ما بالك انت بقى ايه اشوفه واخش كرفان واكل معاه جبنه بطاطس انت هتنجح هتوصل هتوصل هتبقى نجم مصر انت هتنجح في حياتك احنا ما عملناش كده واحنا صغيرين بس كده تعبنا الهام دي عظيمه قوي رسالتي للأمهات اللي بيذاكروا مع أولادهم وبيتعصبوا عليهم جالت بالهداوة سبزيرو ده مهما كان عيل صغير ما تشغليش عقلك بعقله في ايه؟ احكي لي بقى عن تجربتك مع أستاذ أمير في التمثيل أولا حلوة جدا 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 مليون جدا دمه خفيف ولا بقى بيبقى مركز في الشغل و... لا لا خفيف أوي يعني قول ما تخافش يلا حلو يلا والله يعني بيقعد يهزر وكده ولا لا يعني لا حلو حلو كنت بتخاف مني انا واحنا شغالين بجد لا يلا والله العظيم لا اهو قال لك والله العظيم لا ايوه طب ولما شالك كده ده كنت فرحان لا يا راجل هو ما شاء الله عليهم هما الاثنين طبعا ممثلين جمال وليهم مستقبل كبير من ذوق حضرتك يا قمر تيا تيا جميله وبيذاكروا كويس قوي وقبل ما حتى جم يشتغلوا معانا اللي استغربته يعني ان هم مذاكرنا خلي بالك يعني ابتدى يتفرج على حاجات ويشوف لي حاجات كتير يمكن عشان يفتح موضوع معايا انه شاف وشاف وشاف ودي حاجه برضو كويسه خلي بالك وانه يشوف انا عملت ايه قبل كده يعني بس هم الاثنين بصراحه لا انا بحب اتفرج على حضرتك مش عشان يعني طبعا حضرتك معايا بس انا بحب حضرتك وبحب تمثيلك قوي 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 وكمان حضراتكم اكيد الله يخليك انت عظيمه يا تيا والله مبهره يعني مبهره لا 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 طب انتوا عارفين ان تيا بطله رياضيه كمان جمباز تنس عرفتني ايوه بالاعداد عشان هم لا عشان اقول لك حاجه هم كمان وهم صغيرين كانوا ابطال جمباز برضو دوتا انا كنت جمباز عبد الرحمن كان في الجمبازه يعني حاجه جمباز وتنس قوم اعمل لنا حركه انت جمباز بتاعت زمان ايوه والله ده لها صور تحفه لها صور تحفه وتدريبات وتنس كمان صح يا تيا جمباز وتنس مش انت بتقول لا انا بقول ماشي بطلة رياضية طيب لا هما الاثنين كمان بجد والله زي ما امير بيقول يعني
فعلا كانوا بيخشوا مذاكرين جدا ومركزين جدا و... وعندهم هدف. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.